أهلا بكم مشاهدينا من جديد. إلى شأن الجزائري، خرج العشرات من المواطنين القاطنين بمدينة غردايا في وقفة احتجاجية تنديدا بالأوضاع الأمنية التي تعيشها المنطقة منذ أكثر من 18 شهور بسبب النزاع الطائفي بين الأباضية المزابية والعرب الملكية دون إيجاد السلطات لحل ينهي الأزمة. حول هذه الأزمة نناقش بعد هذا التقرير. بعد أزيد من 8 أشهر من اشتعال الأزمة بين العرب المالكية والإباضية المزابية إلا أنها لم تعرف حلا حتى الآن، حيث عاشت غردايا ليال رمضانية ساخنة بسبب المواجهات العنيفة التي اندلعت بين الطرفين. العشرات من سكان المنطقة خرجوا في مظاهرات مطالبين بإيجاد حل للأزمة المستمرة التي راح خلالها مقتل 10 أشخاص وأكثر من 400 جريح، فضلا عن نهب وأحراق مئات المحال التجارية والمنازل. وقرر تجار المزاب الدخول في إضراب عام عن العمل. وأمام هذا الوضع تدخلت قوات مشتركة من الدرك والأمن الوطنيين مستعملين الغازات المسيلة للدموع بهدف فك الاشتباكات وإعادة الاستقرار إلى المدينة. وطلب مجلس أعيان المزابيين الإباضيين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التدخل شخصيا لحقن الدماء في غردايا، حيث أخفقت جل مبادرة الصلح بين ما يسمون بالإخوة الأعداء، فحتى زيارات الوزير الأول عبد الملك سلال المتكرر لم تتمكن في حل أزمة مقلقة تتدحرج نحو مزيد من التعقد. ومن جهتها دعت حركة بركات المواطنين الخروج في وقفة احتجاجية للضغط على السلطة للإسراع في إيجاد حل للأزمة في غردايا. إذن نناقش الأزمة في غردايا مع ضيف بالأستوديو سيد سليم صالحي، كاتب والمحلل الجزائري. أهلا ومرحبا بك. يعني سيد سليم، بداية، ما أن تنطفئ يعني المواجهات في غردايا حتى تشتعل مرة أخرى؟ شكرا للاستضافة، لأنه بكل بساطة الحكومة عجزت على إيجاد الحلول الحقيقية للمشاكل الحقيقية في هذه المنطقة. التعريف بأنه ما يحدث في غردايا هو صراع طائفي هذا مغاير للواقع، وربما لا يصف حقيقة ما يحدث في الجزائر. لا يوجد هناك صراع طائفي بأي شكل من الأشكال. نعم، ولكن نتحدث هنا عن 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 يعني العرب المالكية والأباضية المزابية. هناك مشكلات أخرى خلت ربما هذه الحساسيات الطائفية تطلع إلى السطح. يعني الإباضية موجودون في الجزائر منذ عقود، يعني ولم نشهد في الجزائر إشكالية بهذا الشكل. ما موجود في غردايا هو موجود في جميع المدن الجزائرية. هناك مشكل اقتصادي اجتماعي في هذه المنطقة. هناك إخفاق حكومي في تشغيل الشباب، في إيجاد حلول للبطالة أولا، وكانت هناك بعض الإشكاليات بين مجتمع مزابي منظم وعنده الأموال، يعتمد على التجارة، لديه علاقات واضحة مع الإدارة، ومجتمع مالكي إباضي ربما تفشت فيه البطالة بشكل كبير. هذا المشهد جعل بعض الانتهازيين ربما يلعبون على هذا الموجة الطائفية لتحقيق بعض المكاسب، يعني تعتقد بعض المكاسب والضغط على السلطة. أن هذه الأزمة ربما مفتعلة لتغطية فشل الحكومة، ولكن نرى تدخلات من قبل رئيس الوزراء الجزائري شخصيا لحل هذه الأزمة. شوف، أمام سلطة لا تمتلك الشرعية الحقيقية، وأمام رئيس غير موجود، يعني رئيس مريض مقعد لا يمتلك تلك الكاريزما التي يستطيع بها. يعني تخيل لو أنه رئيس بصحة جيدة ينزل لهذه المدينة، يعد مواطنيها، يرونه، يتحدث معهم، يطمئنهم. شوف، قضية عدم وجود الثقة بين المواطن الجزائري والسلطة، الإخفاق الحكومي في إيجاد حلول للمشكلات الحقيقية للمجتمع الجزائري، كل هذا هي عبارة عن مقدمات لمشاكل في غردايا. مثلا سنجد مشاكل أخرى في منطقة أخرى اسمها منطقة القبائل، وهي منطقة ليست أقليات لكن منطقة يعني السكان الأصليين الأهالي الذين يتكلمون لغة مختلفة، لديهم ثقافات مختلفة. إذن كل هذه الحساسيات لا تكون موجودة عندما يكون هناك ازدهار اقتصادي، تكون هناك ديمقراطية في البلد.
تكون طب رأيك يكون سيد هناك، سليم، لماذا لا يتدخل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في لن حل يستطيع أن هذا يتدخل، الخلاف بشكل شخصي لحل الأزمة كما طلب أعيان الميزابيين الإباضيين؟ لن يستطيع رئيس بوتفليقة، لأنه لماذا؟ يعني ببساطة الرئيس مغيب، يعني الرئيس مريض مقعد، هناك من يقومون مقام الرئيس في الجزائر بالوكالة. إذن لماذا تأتي المطالبة من الميزابيين إذن في هم لا مطالبة يعلمون، الرئيس نعم بحل هذا نعم المشكل؟ هم لا يعلمون أن الرئيس لا يستطيع أن يقدم لهم لا أي يعلمون. حلول، لا يعلمون ذلك. هم يعني بروتوكوليا يقولون على الرئيس أن يتدخل، لكنهم يعلمون بأنه يجب على الحكومة أن تتدخل، والحكومة جربت الحل الأمني أولا، ثم بعض الرشوة لبعض الأعيان في المنطقة لحل هذه الإشكاليات، لكن يبقى أن الإشكاليات أعمق بكثير، هناك إشكاليات اقتصادية واجتماعية عميقة لا تحلها إلا ولكن حكومة، لا نرى إلا حكومة. احتجاج عادة ضد الحكومة، نرى أن هناك طائفتين، هناك مجموعتين تتقاتلان والحكومة تأتي لفض الاشتباك. لا هذه هذا مشهد، الصورة التي تأتينا من غردايه. لا هذا مشهد ربما يريد الإعلام أن يصور المشهد بهذه الصفة، لكن الذي يعيش الجزائري والذي يعيش في الجزائر يعلم أنه صراع طائفي يعني إباضي مالكي غير موجود، لا يوجد هذا الصراع، لم نعرفه في الجزائر، ولا توجد أي يعني لا يوجد هناك الشكل اللبناني نعم. في هذه القصة. بعض الذين ربما المهمشون من الطائفتين ربما يستغلون هذا الوضع للتأجيج، وعندما يصير الدم ربما من صعب تتحكم في الأمور، لكن يبقى أن هذه مسؤولية الدولة، مسؤولية الحكومة، الحكومة يجب أن تضع حلول جدية لمشاكل هي في الأساس مشاكل ناتجة عن إخفاقاتها، مشاكل اقتصادية واجتماعية عند منطقة الشاوية، وهم أقلية أيضا مختلفة، عند منطقة الهجار فيها التوارق، وهم أيضا أقلية، لكن لا يوجد صراعات طائفية. لكن صدقني لو في منطقة القبائل في منطقة القبائل تحدث أزمة اقتصادية، راح يطلع الحس الطائفي، وهذه موجودة في كل العالم. هنا في بريطانيا كل هذا التجانس، لأن هناك ازدهار اقتصادي، هناك عدالة اجتماعية، وهناك سلطة شرعية. لو تكون هناك العكس، راح تلقى جماعة في ويلز متحكمين مع جماعة في طائفة هون في نعم انجلترا مع وصلت اسكتلندا، الفكرة. كما صار قبل الدولة نعم الديمقراطية. وصلت الفكرة. شكرا جزيلا سيد سليم صالح الكاتب والإعلامي الجزائري، كنت معنا في هنا في الاستوديو. شكرا. إن بالانتقال إلى موريتانيا، تناقش الحكومة الموريتانية مع الاتحاد الأوروبي بنود الاتفاقية الجديدة للصيد البحري، وقد شهدت هذه المفاوضات عراقيل أدت إلى أمر الجانب الموريتاني سفن الصيد الأوروبية بمغادرة مياهها الإقليمية حتى إتمام الاتفاق بين الجانبين. مراسلنا فتى البخاري من نواكشوط والتفاصيل. على طول أزيد من 700 كيلومتر من الشواطئ الغنية بالأسماك، تفاوض الحكومة الموريتانية الأوروبيين على بنود اتفاقية جديدة، اتفاقية تبدو متعثرة بعد جولات التفاوض الماراثونية مورست فيها شتى أنواع الضغوط. ينتهي الأمر في آخر المطاف بأمر الجانب الموريتاني سفن الصيد الأوروبية لمغادرة مياهها الإقليمية. الاتفاقية الجارية تنتهي صلاحيتها 31 يونيو 2014، ونحن الآن بصدد مفاوضات مع السوق الأوروبية لتجديد هذه الاتفاقية. والمبدأ الأساسي في هذه المفاوضات هو المحافظة على المكاسب التي حصلنا عليها بالاتفاقية الجارية. الضغط الموريتاني جاء كردة فعل على ما تصفه بالاستنزاف غير المعوض الذي دأب عليه الأوروبيون منذ أول اتفاقية، وعلى الهزات التي تعرضت لها آخر اتفاقية بين الطرفين في العام الماضي، والتي حاولت إسبانيا إفشالها بدعوى الإجحاف. عرقتها إسبانيا في الأشهر الماضية، واليوم تعرق لها موريتانيا نتيجة عدة عوامل. أولا للإفراج عن التمويلات التي التزم بها البرلمان الأوروبي في طاولة بروكسل. ثانيا موريتانيا تستخدمها كورقة سياسية لاعتراف أوروبا بانتخابات 2014 الرئاسية. الخلاف الموريتاني الأوروبي يكمن أساسا في رؤية الأوروبيين أن التعويضات المالية التي يدفعونها لا تتناسب وقيمة الكميات التي يصطادونها بسفنهم والتي تتجاوز 100، في حين يصر الجانب الموريتاني لأن يدخل الاتفاق الجديد حيز التنفيذ بمجرد انتهاء مهلة الاتفاق الحالي وهي 31 يونيو الجاري.
الأوروبيون يدفعون تعويضا ماليا سنويا قدره 113 مليون يورو، تستثنى منه صيد أسماك الأخطبوط وعدة أصناف أخرى. تفاوض الحكومة الموريتانية الأوروبيين على أكبر ثرواتها وهي ثروة السمكية، ثروة قالت مرارا وتكرارا بأنه تم استنزافها من قبل الأوروبيين عبر سماسرة داخل الإدارة الموريتانية، بينما يقول الأوروبيون بأن السلطات الموريتانية تحاول إدراج بنود خارجة على الاقتصاد ضمن هذه الاتفاقية. فتى البخاري، الغد العربي، نواكشوط. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة الموريتانية نواكشوط سيد محمد ولد أكاه، مدير صحيفة الحصاد الاقتصادية الموريتانية. أهلا ومرحبا بك سيد محمد. بداية، يعني بدأت المفاوضات بشأن تجديد بروتوكول الصيد مع الاتحاد الأوروبي في مايو الماضي، ويبدو أن موريتانيا متعثرة عند مسائل صعبة من جديد، ما هي هذه برأيك؟ نعم فعلا يجب أن نصحح أن الاتفاق لا زال ساري المفعول ولن ينتهي إلا في 31 من شهر يوليو الجاري، والسفن الأوروبية ما زالت تصطاد في المياه الإقليمية الموريتانية. لكن يبدو كما أشار التقرير إلى أن الاتفاق القادم أو الاتفاق وهو سيحمل الرقم 9 بين سلسلة الاتفاقيات التي بدأت بين موريتانيا مع الاتحاد الأوروبي منذ سنة 87 و900 يبدو أن هذا الاتفاق سيشهد بعض التعثر، حيث فسر الأوروبيون الاتفاق الذي كان قد تم التوصل إليه في 26 من يوليو من سنة 2012 والذي دام سنتين، فسره على أن بدايته قد بدأت في شهر ديسمبر من نفس السنة بعد موافقة البرلمان اللجنة الأوروبية عليه، فيما فسره الموريتانيون بأنه بدأ مباشرة مع فاتح أغسطس من نفس السنة. هذه تشكل نقطة عقبة في وجه تجديد بروتوكول اتفاق جديد. كما أن الإسبان خاصة من الأوروبيين وخاصة الإسبان يريدون أن يحصلوا على رخصة أو يواصلوا اصطياد الرخويات خاصة أسماك الأخطبوط، وهذا النوع أصناف من الأسماك التي بدأت تقل في المياه الإقليمية الموريتانية، تريدها الحكومة الموريتانية لمواطنيها، لأن هناك أكثر من 30,000 صياد في مدينة واديبو يصطادون ويعيشون على اصطياد الأخطبوط، وبالتالي الحكومة الموريتانية تريد احتكار هذا الصيد الثمين لمواطنيها. نعم، هناك يعني حدث خلل كبير خصوصا في سفن الصيد السطحي والجمبري، ولم تجدد رخصها ولم تبدأ في الصيد إلا بعد 5 أشهر. كيف ترون إمكانية تعويض هذه الخسارة للاتحاد الأوروبي؟ ليست هناك خسارة الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي أنهى سنتين، سينهي مع 31 من الشهر الجاري سنتين كاملتين من الاصطياد، وإن كان يريد أن يمدد الفترة طبقا للمادة 8 من بروتوكول الاتفاق كما أشرنا. وموريتانيا مصرة على أن الاتفاقيات كانت تبدأ دائما منذ الفاتح من شهر أغسطس، وهي في الاتفاقية الأخيرة بدأت بنفس الفترة، وأن هو بحلول 31 من شهر يوليو سيكون على سفن الاتحاد الأوروبي أن تغادر أو يتم تجديد الاتفاق، وأن الاتحاد الأوروبي سيكون قد اصطاد أو على الأقل قضى المهلة المحددة. وكما أن الكميات هي محدودة في الاتفاق الماضي، هناك 300,000 طن من الأسماك السطحية وحدود 20,000 طن من الأسماك القاعية الأخرى خارج الأخطبوط. بالتالي أعتقد أن الأمور واضحة، الخلاف فقط هو حول النقطتين، نقطة تفسير الفترة التي بدأ فيها السير وفاعلية الاتفاق، ونقطة السماح بصيد الأخطبوط، وتلك أعتقد أن موريتانيا لن تتراجع عنها. وموريتانيا اليوم أصبحت تفاوض بموقع أقوى،
لأنها في الماضي كانت لا غنى لها عن مصادر عن الموارد المتأتية من الاتفاق مع الأوروبيين، والآن هذه الموارد في السابق كانت تشكل حدود 20% من ميزانية من موارد ميزانية الدولة، وهي الآن لا تشكل إلا حدود 6-7%. شكرا جزيلا سيد محمد ولد أكاه مدير صحيفة الحصاد الاقتصادية الموريتانية، كنت معنا من العاصمة الموريتانية نواكشوط. إذا مشاهدينا انتهت حلقة هذا الأسبوع من برنامج أحاديث مغاربية، إلى اللقاء.